جاءت هذه الندوه كشكل نضالي اخر، يعني مواكبه الاشكال النضاليه اللي كتقوم بها تنسيقيه الدكاتره المعطلين، وهي شكل الاضراب على الطعام اللي كيخوضوا دابا 11 دكتور ودكتوره. كذلك كنقوموا باشكال نضاليه في شوارع الرباط امام الولايه وامام وزاره التعليم العالي وكذلك امام البرلمان. للاسف هذه الاشكال النضاليه تجابه وتقابل بالقمع القوي، وعلى خير على ذلك يعني بالامس كانت واحد الوقفه سلميه قام بها 24 و 25 دكتور ودكتوره، يعني حتى العدد كان قليل امام ولايه، ويعني وكان واحد التدخل همجي جدا في حقوق الدكاتره المعطلين. حاليا اليوم عندنا اليوم 19 كنلقاو الدكاتره مضربين على الطعام، وهي معركه اخرى، معركه اكثر خطوره على الوضع الصحي ديال الدكاتره. كاين اغماءات يوميه، كنهزوا الدكاتره يوميا، وخير دليل على هذا يعني التقارير الطبيه اللي كيصدرها الطاقم الطبي المشرف على هؤلاء الدكاتره، كيدقوا ناقوس الخطر وكينبهوا بان الوضع الصحي كارثي على الدكاتره والدكتورات، خاصه الدكتورات اللي يعني كيعانوا دابا من فقر في الدم وانخفاض نسبه السكر. امام كل هذا كنلقى واحد التجاهل، واحد الصمت رهيب للحكومه المغربيه تجاه هذا الملف، صمت رهيب من مؤسسات الشرعيه ومن وزاره التعليم العالي. حتى واحد من بعد ما دقينا ابواب تاعهم لمده 4 سنوات لحد الساعه، حتى واحد ما دق الابواب ديال الدكاتره المعطلين باش يجوا يشوفوا الوضعيه الكارثيه الصحيه المزريه لهؤلاء الدكاتره اللي كيعانوا من خلال الاضراب في الطعام، وكذلك الدكاتره والدكتورات اللي كيناضلوا في الشوارع ديال الرباط. هناك صمت رهيب، وكنحملوا الدوله المغربيه وكنحملوا رئاسه الحكومه ووزاره التعليم العالي وكل مسؤول واحزاب المعارضه واحزاب الاغلبيه وكل مسؤول في هذه الدوله المغربيه على ما ستؤول اليه الاوضاع ديال الدكاتره المعطلين، وتحملوا مسؤوليتهم التاريخيه وامام الله وامام الوطن. بالفعل حنا كنا كنفتخروا حنايا ملي كنا كنسمعوا قصه تاع طيف الريان، ومن وقع يعني القصه والمشكله تاع طيف الريان فرحنا كيفاش الدوله المغربيه انها حركات الاليات وحركات الجيوش ديالها وحركات الاعلام ديالها باش حنا نقدروا نعتقوا ديك الطفل الصغير ريان. وكنا افتخرنا وقلنا يعني الوطن تاعنا ممكن يدير شي حاجه على قبلنا، ولكن للاسف كتحطم الاحلام ديالنا. وكنشوفوا ان عندنا 11 دكتور مضرب على الطعام، والوضع تاعهم الصحي كيتدهور، وممكن في الصباح ولا في العشيه ولا في اي وقت ممكن نسمعوا خبر ديال وفاه احد الدكاتره او احدى الدكتورات، والدوله لم تحرك ساكنا. اذا هناك هذه كانت غير واحد البهرجه اعلاميه اللي وقعت على ذاك الطفل ريان، والواقع هو هذا. دكاتره خريجي الجامعه المغربيه كيموتوا، والنص الثاني كياكل العصا في الشارع. وهذه هي الدوله الديمقراطيه اللي كنا كنامنوا بها، ودوله الحق والقانون. للاسف ما لقينا هذاك الشيء غير حبر على ورق، وتا شي حاجه ما هي حقيقيه. ربما هاد 3 مليون تاع منصب شغل هي فقط خصات غير جزء منها، يعني اللي فرصه واوراش وهذوك، يعني ديك المناصب البسيطه اللي ما يمكنش ان دكتور يمشي يشتغل فيها، يعني ديك المناصب خاصه بحاملي الشهاده الاعداديه او الشهاده يعني الثانويه، مناصب ما يعني كدكاتره وكحاملي شهادات العليا لحد الساعه ما كنلقاو حتى شي مناصب تتفتح. وحتى ديك المناصب البسيطه راها كتخضع لواحد المبدا ديال الزبونيه والمحسوبيه، وهادشي ماشي كنقولوه غير حنايا، هادشي راه الاعلام هضر عليه وهضرنا على وتنشرت مجموعه ديال النتائج ديال المباريات التعليم العالي اللي كتكون فيها بين المحسوبيه والزبونيه. من 2015 كان جاء الوزير الداودي جاب واحد المقترح ديال المناصب التحويليه. هاد المناصب التحويليه هي اللي ساهمت في تراكم مجموعه ديال الدكاتره المعطلين. شنو هي معناتها؟ انها المناصب تمسح في وجه الدكاتره المضافين. هما راه عندهم ديجا الوظيفه ديالهم، ولكن كيعاودوا يفتحوا المنصب في الوظيفه وكيستثنيوا الدكاتره المعطلين. هاد القضيه ساهمت في تراكم مجموعه ديال الدكاتره المعطلين اللي هما ما خداميش اصلا، يعني كيوظفوا الموظف، هو موظف وكيزيدوا يوظفوه وظيفه اخرى، هو اللي كان سبب هو من اسباب البطاله تاعنا ومن اسباب العطاله تاعنا. جا هاد الوزير الغى المناصب التحويليه، فعلا الغى المناصب التحويليه، ولكن المناصب راه ما كتفتحش اصلا. كاين منصب واحد كيتفتح على مدى في تخصص واحد كتفتح على مدى سنه ولا سنتين، في حين كنلقاو ان في ديك المنصب التخصص راه كيتخرجوا كل عام 20 ولا 30 دكتور في ديك التخصص. هذاك التخصص انت فتحتيه لواحد كيتبارو عليه 30 واحد في العام.
واحد هانت هزيتي واحد وديك 29 فين غادي يمشيو؟ اه فين غادي يمشيو؟ ما كاينش. والمشكله ان كاين خصاص في الجامعه، راه الجامعه خصاص، كاين اكتضاد ديال الطلبه في غياب المؤطرين ديالهم، كيديروا حلول ترقيعيه، الدكاتره اللي يلاه طلبه الباحثين يلاه كيحضروا الدكتوره هما اللي كيسدوا بهم داك الخصاص، هما اللي كيمشيو يقريو في الجامعه ومع اقصاء ممنهج الدكاتره المعطلين. ما عرفناش واش الدوله ما عندهاش الميزانيه، ولا ما عرفناش بانه هناك حلول ترقيعيه ولا تلاعب بمصير المغاربه، ما عرفناش شنو هو، فين كاين هذا المشكل. ما كاينش مسؤول يدبر هذه المرحله لحد الساعه بحكمه وبتعقل في صالح الوطن وفي صالح ابناء الوطن. وبالفعل يعني الدوله ما عندهاش باش توظف الدكاتره، ولكن حنا كنجيبوا سعد المجرد وكنجيبوا محمد رمضان بملايين الدراهم او ملايير الدراهم، وكنجيبوهم بطائره خاصه، راه مهرجان غادي يبدا في 10 في الشهر في اكادير، وقيلا بدا اصلا، يعني غتخسرات عليه ملايير ديال الدراهم للاسف. والدكاتره 50 دكتور وما عندكش باش توظفها، راه العيب والعار. ومن غير مهرجانات نتاكد يكون كره ولا، راه يعني اموال، جينا نهضروا على اموال كثيره تصرف في العبث، في العبث. حنا ما بغيناش الترفيه، حنا بغينا اللي يخدم الوطن ديالنا وينمي الوطن، ما بغيناش الترفيه، راه بغينا نتسنتوا محمد رمضان وسعد المجرد، راه غنديروا في اليوتيوب، ماشي غادي نتسنى نمشي نتفرج فيه انا في مهرجان غادي تخسر عليه الدوله اموال طائله. ها فين خصها تخسر الدوله اموالها؟ بهؤلاء الدكاتره المكونين وخريجي الجامعه المغربيه.